ولمناقشة قضية الموظفين الفضائيين والفساد الحكومي وازدواج الرواتب في العراق وإعلان استرداد السوداني أموالاً من قضية سرقة القرن، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحباً بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كما تابعتم، السوداني يعلن عن استرداد 182 مليار دينار من أصل 3.7 تريليون دينار عراقي. هل يعد استرجاع نحو 50% من أصل المبلغ إنجازا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لا، يعني هذه المفاجأة التي سماها مفاجأة ونبه عليها الإعلام منذ نحو 6 ساعات أو أكثر، قال أن رئيس الوزراء سيعلن عن مفاجأة وعن خبر هام جدا كشف عنه هو ومنظومته الوزارية. بالحقيقة هذا لم يكن بالمستوى المأمول الذي يتطلع إليه الشعب العراقي. يعني 188 مليار لا تشكل كما تفضلتم إلا نحو 5% من المبالغ المعلن عنها مسروقة. طبعا نحن أيضا نشكك بمسألة بالرقم 3.7 تريليون دينار عراقي، سو هذا أيضا مشكوك فيه. هناك تقارير تقول أن هذا المبلغ المسروق لا يشكل إلا نحو 50 أو أقل من المبالغ، من حجم المبالغ المسروقة. يعني هناك الكثير من المبالغ المسروقة التي لا نعرف أين ذهبت. ثم أن اللافت في الموضوع هو أن هذه 182 مليار، ويقول أن 1.6 على ما أتذكر من المبلغ هو كله في ذمة نور الزهير. لا يعقل هذا، لا يعقل أن شخص واحد يتمكن من سرقة هذه المبالغ الخيالية، يعني هذا الرقم الفضائي الفلكي. لا يمكن، لأن لا يمكن إلا أن تكون هناك منظومة كبيرة واسعة وهناك معاونة له من قبل أحزاب ونافذين وقادة وسياسيين إلى آخر ذلك. لماذا لم يكشف عن المساعديه وعن كامل هذه المنظومة إلا شخص واحد؟ يعني الموضوع يعني أثار الكثير من الشك. يعني كانت هناك شكوك لدى الشعب العراقي، لكن الإعلان الذي قام به رئيس الوزراء بالحقيقة أضاف للشكوك عددا كبيرا آخر من الشكوك. يعني أنت أثرت أسئلة كنت أود أن أطرحها عليكم سيد لبيد، ومع ذلك أتحول إلى سؤال آخر يتعلق بالحكومة التي أدخلت هذه المبالغ المسروقة، وهي مبالغ كبيرة كما تفضلتم، في إطار المساومات لإطلاق سراح المتهمين بالاختلاسات. نحن نتحدث عن متهمين أفراد، ولم يشر الحديث كما تفضلت عن جهات تقف خلف هؤلاء الأشخاص. نعم بالتأكيد، يعني مسألة هذه المساومات هذه تضيف ظلالا أخرى على عدم مصداقية الحكومة وعدم جديتها في معالجة هذه الفقرة من الفساد. طبعا منظومة الفساد منظومة كبيرة، ومسألة استرداد المبالغ المسروقة أو ما يسمى سرقة القرن ما هي إلا جزء واحد من هذه الفقرات العديدة التي لا نستطيع أن نحصيها. مسألة المساومة في هذه المسألة بمقدرات العراق تعكس لنا تجليا آخر من تجليات الفساد، ألا وهو فساد المنظومة القضائية. لا يحق للمنظومة القضائية أن تصدر أمرا ببراءة متهم بهذا الحجم من الجريمة، يعني ارتكب هذا الحجم من الجريمة والذي لا نعرف خفاياه كما أسلفنا. القضاء يجب أن يكون مستقلا، ويجب أن يكون معبرا عن حرصه على مقدرات الدولة. هذه السرقات بالحقيقة نهبت من قوت الشعب، من دماء الشعب، ولا يحق لأي جهة سواء كانت قضائية أو سياسية
ان تصدر عفوا عن شخص ارتكب بجريمه بهذا المستوى. واذا كانت تجري مساومات بهذا الشكل فقد يشجع ذلك الاخرين على مزيد من السرقات وربما الافلات حتى من المساومه. بالتاكيد بالتاكيد هذا يعكس لنا يعني هزلية القرارات التي تتخذ سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القضاء، يعني أنه إذا فيصبح أن كما تفضلتم فيصبح مسألة عادة السرقات يعني تكرار عمليات السرقة يصبح مسألة طبيعية، بما أن القضاء ربما يقوم أيضا بمساومات جديده مع السراق الجدد، ويعني احنا لا نستطيع ان نعرف كم استفاد من المبالغ التي ايش قد من شغل من هذه المبالغ التي سرقها هو او غيره او منظومته او الجهات التي تقف خلفه، ايش قد استفاد منها، ايش قد قدر يستثمر منها على مر هذه السنين يعني لانه هذا. طيب استاذ لبيد يعني اذا علمنا ان ميليشيا بدر تعد من ابرز المتهمين بسرقه القرن وهم في الوقت ذاته من أوصلوا السودان إلى رئاسة الحكومة، هل يتجرأ رئيس الوزراء على محاسبتهم؟ طبعا لا يتجرأ إلا بعد التفاهم معهم، يعني أنا أعتقد أن عملية التفاهم ربما جرت أو بدأت أو إذا لم تبدأ فإنها ستجري بينه وبين منظمة بدر أو غيرها من المنظمات التي كانت وراء صعوده إلى رئاسة الكابينة الوزارية، لانه هو لا يستطيع ان يصمد او لا يستطيع ان يستمر في منصبه اذا لم تكن هناك موافقه او رضا من قبل منظمه بدر واخواتها. فعمليه المساومه يمكن ان تتم طبعا تحت الطاوله، تتم المساومه وذلك من خلال احد السيناريوهات على سبيل المثال ان الاطاحه باشخاص تتبرأ منهم منظمة بدر، تقول هؤلاء نحن بسبب ارتكابهم لهذه الجرائم تتبرأ وتفصلهم منظمة بدر وتصدر عقوبة بهم ويتم الإطاحة بأفراد بدلا من محاسبة منظمة كاملة. يعني العملية لا يمكن أن يعني أن تعترف منظمة بدر أو غيرها تعترف بذنبها أو بفساد منظمتها وأفرادها. نعم. شكرا لك من مال وعضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي.